لم هذا هذه هذا الهدف اللي سجل، ويمكن هذه اللحظة الوحيدة اللي يمكن الجمهور الريان فرح لها، ما عدا ذلك كل الفرص اللي كانت من قدم بيتمر كان الجمهور يأسف لها، وكان في نفس الوقت يخاف على فريقه من ضربة ركنية، من فاول، من ضربة جزاء، ثم تتحول المباراة إلى ضربات ترجيحية، ويمكن بنقصه القطر يظفر بالمباراة. إذا نقول أي مهاجم أو أي لاعب تحصل له فرصة من هالفرص هذه يجب أن نستثمرها علشان هو يرتاح وفريقه يرتاح وجمهوره يرتاح. نقول مرة ثانية مبروك للريان، يستاهل، وقدم هو وزميله.